من قناة السعودية أنتم تشاهدون برنامج الشارع السعودي معي صلاح غيدان. السلام عليكم. بشرى سارة لنا كسعوديين. السعودية تسجل انخفاض في نسبة وفيات الحوادث، وذلك وفق تصريح مديرة تعزيز صحة السكان في منظمة الصحة العالمية الدكتورة مها العدوي، والتي ذكرت بأن المملكة تعتبر من أوائل الدول والوحيدة في إنشاء لجنة السلامة المرورية. طبعا من هذه القناة، قناة السعودية، عام 2016 أذكر المبادرة الوطنية للسلامة المرورية الله يعطيك خيرها، واللي ساهمت مساهمة مجتمعية مع جمعية الأطفال المعوقين التي انطلقت منها في الحد من الحوادث المرورية، ومن هناك بدأ زرع مفهوم السلامة المرورية. وشاركت أيضا القناة السعودية ببرنامج الله يعطيك خيرها مشاركة نوعية إعلامية تحسب لهيئة الإذاعة والتلفزيون إعلاميا. اليوم الحمد لله رب العالمين، لو نقارن 2023 بالخمس أو ست سنوات الماضية، يمكن إحنا قبل كنا نشوف عدد الوفيات في المملكة العربية السعودية دائما إلا ما نصلي على أحد في المسجد، أو يعني الشباب اللي يتوفون في الحوادث المرورية. الآن من فضل الله علينا في هالبلد العظيم ورؤية 2030 اللي وحدت كل الجهود واشتغلت على شيء من كل شيء حتى الحوادث المرورية، انخفضت نسبة وفيات الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية. وعيكم أنتم هو الملحوظ في هذه القضية، والحمد لله رب العالمين. تشاهدون بعد الفاصل. اختراعاتنا منهل للابتكار العالمي، الليلة بالتفصيل على طاولة الشارع السعودي. أهلا بكم في الشارع السعودي من قناة السعودية. تشهد عدد طلبات براءة الاختراع في السعودية نموا ملحوظا بحسب الأرقام الصادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، حيث بلغ عدد طلبات براءة الاختراع المودعة لدى الهيئة خلال 2023 أكثر من 7000 طلب، بزيادة بلغت 21% مقارنة بالعام السابق. شكلت نسبة الأفراد المخترعين منهم حوالي 18% من إجمالي عدد الطلبات. النسبة المتبقية تم إيداعها من فئة المؤسسات. حلقة نوعية مع عقول سعودية موزعة على خارطة المملكة من القصيم إلى أبها ومن جدة إلى الرياض. خمسة مخترعين في حضرة الشارع السعودي ينشرون إلهامهم ويمنحون فخرا كبيرا بوجودهم بيننا. سنرى ابتكاراتهم بعد هذا التقرير عن المخترع الأول، وهي قصة للبروفيسور فواز القحطاني، طبيب أسنان ومخترع ابتكار لحل معالجة مشكلة العصب، من إعداد الزميل فهد المسبحي. ثم نعود. بروفيسور فواز القحطاني خبرة طويلة في مجال طب الأسنان، وصل به المطاف أن يسدل الستار عن اختراعه الجديد بزراعة الأسنان. معكم أخوكم البروفيسور فواز سعيد القحطاني، أستاذ دكتور بجامعة الأمير سلطان في علم الاستعاضة السنية وزراعة الأسنان. طبعا قصتي مع الاختراعات، بس عشان نسهل مفهوم الاختراع، هو عبارة عن امتياز يعطى لصاحب الفكرة. صاحب الفكرة أو المخترع يعطى هذا الامتياز لحفظ حقوق. هذا الاختراع لا يمكن نشره
أو تطبيقه إلا بإذن المخترع. طبعا دائما الاختراعات هي تبدأ من مشكلة، وجود مشكلة ليس لها حل، أو وجود تقنيات بالسابق كانت تستخدم ولها مخاطر كبيرة، فممكن نبحث عن طرق تكون أسهل تساعد الطبيب على الإجراء مثلا الجراحي بشكل أفضل ومضاعفات أقل. رحلتي أنا مع الاختراعات والبحث العلمي بدأت تقريبا من عام 2012. كنت أيامها في ولاية كاليفورنيا في أورانج كاونتي، هذه منطقة قريبة من لوس أنجلوس، مع مجموعة من العلماء في علم زراعة الأسنان. بدينا بإجراء بعض الطرق الجراحية الجديدة اللي توفر على المراجعين الكثير من الألم والمشقة اللي كانوا يعانون فيها في السابق، خاصة في زراعة العظم وزراعة الأسنان. فبدأت أول فكرة اللي هي عبارة عن عملية جراحية مبسطة لأخذ تطعيم عظمي من منطقة الشن أو الدقن الأمامي وزرعها بالمكان المراد، يعني تطعيمه لزيادة سماكة العظم. في السابق كان هناك جراحة قديمة تستخدم، هي عبارة عن شق عرضي كبير تؤدي إلى ما يسمونه في بعض الأحيان مضاعفات تصير عند بعض المراجعين بعد العملية، يصير عندهم شيء يسمونه دبل تشين أبيرنس، يطلع عندهم زي الدقن بشكل يعني مضاعف، لما يبتسم المراجع يطلع شكل جمالي غير ملائم. الشارع السعودي، فهد مسبحي. أهلا بكم، مرحب بمن انضم معنا في الاستوديو، المهندس عبد المعين الشيخ وهو مخترع ومبتكر. أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك أبو طلال. أهلا وسهلا. يقول عبد المعين أنت قلت من الرياض وهو من مكة، على عين وعلى الرأس. الله يبارك فيك حبيبي. أنت في الرياض فقدمناك على أنك في الرياض. الله يرحم والديك. أكيد نسمع منك، بس خلني أرحب بزملائك الآخرين أيضا معنا من أبها، المخترع حاصل الأسمري. أخوي حاصل أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك، سعيد بسمع صوتك والحديث إليك وإلى جمهورك الكريم. أهلا وسهلا. واسمك ترى يا حاصل ورد في حلقتنا اللي هم يوم استضفنا الطلاب وكنت مشرف عليهم أيضا، فتستحق هذه المكانة. الله يوفقك. الله يعافيك. أيضا معنا انضمام إليكم سعداء، الله يحييكم. معنا رانيا جنبي وهي أيضا مخترع من استوديوهات في جدة أيضا. أهلا أختي رانيا. رانيا تسمعيني؟ ضبطوا رانيا لأن نرجع عشان ما تزعل علينا. معنا أيضا من القصيم أحمد البشري وهو أيضا مخترع، ليكون المخترع الخامس في هذه الحلقة في الشارع السعودي. سنسمع إثبات لمقولة الأمير محمد شعب طويق. أهلا يا أحمد. الله يبارك فيك، سلمك، شاكر على الاستضافة الكريمة والظهور أمام جمهوركم في هذا اليوم. أهلا وسهلا. عبد المعين عطني قصتك باختصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء تكلم معي الله يسلمك على سيدنا شف. محمد. آمين، اللهم صلي على محمد. تكلم معي مثل ما تكلمت معي قبل الهواء بكل بساطة. وقفت الحين ولا إيه؟ أي لا لا ما وقفت. يعني أنا أبغى أشجعك فقط. فضل. طيب حبيبي. لأني أحسك شوي مستحي. لا عادي. يلا. طبعاً معاكم عبد المعين صالح الشيخ. ونعم. مالك زود، أنا مخترع سعودي الحمد لله، يعني حصلت على العديد من الاختراعات. عملت بداية عملي في السلك العسكري أكثر من 10 سنوات، وانتقلت بعد كذا بعد السلك العسكري انتقلت لشركة الكهرباء. كان لي تطوير في السلك العسكري أحد مدرعات البنهارد، مدرعات فرنسية، تحويل محركها من محرك بنزين تبريد بالهواء إلى محرك ديزل تبريد بالمياه. بعد كذا انتقلت لشركة الكهرباء، خدمت 13 سنة، وكان لي تقريبا أكثر من 15 ابتكار في شركة الكهرباء، كان لها في عوائد وتوفير الحمد لله على الشركة. ممتاز. المدرعة قلبتوها من بنزين إلى ديزل، من محرك بنزين تبريد بالهواء إلى محرك ديزل تبريد بالمياه. تدري تقديمك أنك تقول أنا كنت عسكري والآن أنا يعني طلعت من السلك
العسكري ترى هذا يشجع كل الأخواننا وأخواتنا اللي في السلك العسكري. الدفاع المدني مليان مخترعين، وزارة الدفاع مليان مخترعين، الأمن العام مليان مخترعين، بس يبغى الواحد فقط أنه يكون عنده إقدام على 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 فكرته، وما ينظر لي ممكن أي شعور إحباط ممكن يتخالجه. أعتقد أنك أنت أقدمت على هذا الشيء، والله هذا اللي خلاك صراحة برست. يعني أنا بعد ما شفت نفسي نهاية خدمتي تقريبا بعد 10 سنوات في السلك العسكري بعد الابتكار، الحمد لله حصلنا على تكريم من سمو الأمير خالد بن سلطان، حصلت على تكريم قائد قوة الصاروخ استراتيجية. تحكي على 2010 صح؟ تقريبا على 2010. ف شفت نفسي طبعا التطوير والابتكار كانوا يعني في الجهة في العسكرية أو في المعدات العسكرية كان يعني شوية صعب، فقلت بتجه للقطاع الخاص، والحمد لله الله وفقني، دخلت مع الشركة السعودية للكهرباء عبر مقاول، وكان عندهم في ذاك الوقت ما في ترسيم لأنه أنا خارج من العسكرية، إلا يكون يعني خريج جديد أو حامل بكالوريوس وكذا. فأنا وقتها ما كنت حامل البكالوريوس، كان معي الدبلوم الصناعي. والحين أنت حامل ماجستير. أي الحمد لله، اللهم لك الحمد. أنا يعني درست في السلك العسكري، طورت مهاراتك في الابتكارات وحصلت على شهادة الماجستير. أي الحمد لله، درست السلامة والصحة المهنية أثناء عملي، ودرست إدارة ابتكار ماجستير إدارة ابتكار من الجامعة العلوم الأمريكية. طيب أباخذ قصتك مع شركة الكهرباء، بس خلني أروح لحاصل الأسمري من أبها. أخوي حاصل، قرينا في المقدمة انخفاض الحمد لله رب العالمين أعداد الوفيات من نتائج الحوادث المرورية. أشوف قدامي مشاريع خاصة باختراعات حاصل الأسمري، مشروع يهتم بإيقاف الخسائر البشرية الناتجة من حوادث التجاوز الخاطئة في عقبة شعار في أبها، مشروع خاص بحرائق الغابات، مشروع خاص بالكعبة وأسطح الحرمين الشريفين لحمايتها من فضلات الطيور، اختراع خاص بإنقاذ الضحايا أثناء سقوطهم في الآبار، اختراع يعمل بالطاقة الشمسية لتصريف مياه الأمطار والشوارع. حدثني يا حاصل الأسمري عن قصة هالابتكارات. الله يحييك. شوف، بالنسبة للابتكار والإبداع، يعني أنا أشوف أنه هو ما يليق بعقولنا كمجتمع حيوي ومبتكر ومبدع ولديه رؤية ولديه طموح. يعني أضيف على ذلك أنه الابتكارات هي تلمس لاحتياجات المجتمع، خير الناس أنفعهم للناس. الابتكارات هي تلمس لاحتياجات المجتمع، هي إيجاد حلول للمشكلات المحيطة بنا. لذلك إحنا نتلمس المشكلات المحيطة بنا ونحاول قدر الإمكان أن نوجد حلول لها، يعني ونحاول حتى أن نقيم هذه الحلول، أيها أكثر فعالية، أيها أقل تكلفة، أيها ممكن أنه يقدر ينافس في السوق. فالحمد لله الابتكارات هذه حصلنا طبعا على براءة اختراع لمجموعة كبيرة منها، شغالين أيضا كل مشكلة تقابلنا نحاول قدر الإمكان أن نوجد حل لها. ممتاز. أحمد البشري، إذا ممكن. أي تفضل يا حاصل. لا أبد، إذا أنت تبي تتكلم عن أي ابتكار من الابتكارات مثلاً، عطني اللي هو إيقاف نزف الحوادث المرورية. المشروع هذا طبعا معني برفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات. احنا حاولنا قدر الامكان ان يعني نحل مشكلة حوادث التجاوزات الخاطئة خاصة في المنحنيات، زي مثلا طريق الرين مثلا عقبة شعار. ايضا حاولنا قدر الامكان نحل مشكلة الاصطدام بالابل السائبة في الطرقات السريعة عبر تقنيات بسيطة، مستشعر حركة، وحدة تحكم، اضاءات تنزرع يعني موجودة في اماكن معينة في الطريق. هذه تنبه السائق، يقدر من خلالها يتخذ قرار بالتجاوز وعدم التجاوز، يقدر يتنبه اذا فيه اي جسم. حصلنا على براءة اختراع لهذا المشروع، حصل طبعا على المركز الاول على مستوى العالم في ماليزيا وميدالية ذهبية، وحصل على المركز الاول على مستوى العالم وميدالية ذهبية ايضا في جنيف 2024. تستاهل وما هي بغريبة على شباب وبنات السعودية. رانيا من جدة، عندك 3 اختراعات: جهاز ليزر للاستمطار بالبواعث اليونية، ان شاء الله نطقتها صح، جهاز لحل مشكلة الفيضانات، جهاز اخراج الانهار من باطن الارض. اعطينا قصة هالاختراعات. أهلا وسهلا أستاذ صلاح. في البداية شكرا للتلفزيون السعودي اللي هو أتاح لي هذه الفرصة،
وهذه الاستضافة. عندي 3 اختراعات كلها بفضل الله عز وجل سجلتها في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وكلها بفضل الله عز وجل يدفع تكاليف حمايتها مشروع خادم الحرمين الشريفين. الاختراع الأول جهاز ليزر للاستمطار بالبواعث الأيونية. هذا الجهاز ينتج ترددات أيونية تتفاعل مع الرطوبة وبإذن الله تكون السحب الركامية. كانت عندي تطبيقات بالأقمار الصناعية، كل ما شغل هذه الأجهزة تقوم وتظهر السحب الركامية بعد تشغيل هذه الأجهزة. الجهاز الثاني جهاز لحل مشكلة الفيضانات، والجهاز الثالث هو جهاز لخروج الأنهار من تحت الأرض بطريقة فيزيائية. ممتاز. هي هذه كملي. تخرج الأنهار عن طريق الشحنة السالبة بطريقة فيزيائية. طبعا أنا لازم أبين لكم يعني كيف. طيب أفصل لكم عن كل اختراع ولا كيف؟ أعطيني خلفيتك يا رانيا. كيف يعني خلفيتك؟ يعني أنت الآن الخلفية العلمية أو العملية اللي جابت لنا هالثلاث اختراعات، هل هي من الدراسة، هل هي من المجتمع، هل هي يعني مثلا عبد المعين اكتشف نفسه انه مخترع وهو كان عسكري يعمل في وزارة الدفاع وقلب مدرعة من بنزين الى ديزل، وبعدين حس انه وده يطور، ما شاء الله اليوم عنده اختراعات حنسمعها. انت يا رانيا. شوف انا من النوع اللي من صغري انا احب المخترعين والاختراعات، فأنا كانت بدايتي جهاز الليزر للاستمطار بالبواعث الأيونية، كانت بدايتي أني أنا قرأت في كتاب نيكولا تسلا أن هو استطاع أنه يعمل عملية استمطار عن طريق تأيين الهواء. فبدأت يعني قعدت فترة طويلة وأنا أبحث عن طريق تأيين الهواء، علين ما لقيت شركة اسمها شركة وذر تيك الألمانية. هذه الشركة جات عملت استمطار في سلطنة عمان وفي الأردن، يعني كان الاستمطار حقهم يعني سوى نجاح باهر. فقدرت أنا بفضل الله عز وجل إني أجيب نفس الترددات الأيونية اللي هم يستخدموها. بعدين بدأت أدرس هذه الشركة، شركة وذرتك، شفت إيش هي الثغرات اللي موجودة عندهم. فمثلا هم يقولوا في شرطين لو ما تمت في هذه طريقة الاستمطار ما حيتم الاستمطار بها. أول حاجة لازم تكون في رياح صاعدة. ليش هم يقولوا لازم تكون في رياح صاعدة؟ لأنه هذه الترددات الأيونية الصديقة للبيئة لو يعني ما طلعت في السماء، يعني لو سقطت على الأرض حتموت، ما حتكون السحب الركامية. فأنا جبت أجهزتي استخدمت نفس الترددات الألمانية وزودت أجهزتي بأجهزة ليزر. هذه أجهزة الليزر يعمل الضوء فيها كحامل للترددات الأيونية نحو السماء. هذا العامل الأول. العامل الثاني شهادتك يا رانيا. شوفي أنا شهادتي بعيدة عن الاختراعات، بس أنا بقول لك أديسون اللي اخترع 1093 اختراع ما دخل المدرسة. صح. فأنا من صغري هاوية، يعني أنا من صغري وأنا أحب أفكر في كل الأشياء. مثلا إذا كانت في لعبة يربي كيف تتحرك فأقعد أفكها وأسويها. ترى إجابتك يا رانيا حتكون ملهمة للكثير من البنات والأولاد اللي يسمعوك. لا، وعلى فكرة ما سألتك عشان أسمع منك أنك دكتورة ولا أنك ماجستير ولا أنك، إن شاء الله لو قلتي ما عندي إلا الابتدائي وعندك هالثلاث اختراعات تحفز الآخرين أنهم يحفزوا عقولهم، لأنه ما في شيء مستحيل، ومهما وصلنا في آية في القرآن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل التطور اللي احنا وصلناه يعتبر في نظر الله سبحانه وتعالى ما زال قليل، فهي فرصة للبشرية أنهم يطورون أنفسهم. خلينا نروح لأحمد البشري واللي اختراعه يمسني أنا شخصيا اللي هو إدمان الأجهزة الذكية. سمعنا اختراعك يا أحمد. يا أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ صلاح وحيا الله زملاء المخترعين الكرام والسادة المشاهدين. الحقيقة أنا راح أتكلم عن الاختراع بشكل موجز جدا. الاختراع الحالي يتعلق بتعديل السلوك الإنساني المرتبط باستخدام الأجهزة الذكية، بالتالي تحسين سلوك الأفراد الاجتماعي، وفيها العديد الحقيقة من الدراسات اللي أثبتت أن السلوك الاجتماعي للأفراد والأداء الاجتماعي لهم يتأثر باستخدام الأجهزة الذكية بشكل مستمر. طريقتي في هذا الاختراع أو تطور هذا الاختراع كان في مرحلتين. المرحلة الأولى كانت ذات جوانب تقنية وفنية بحتة، وكانت في عام تقريبا 2020-2019.
لكن بعد ما دخلت الجامعة ولله الحمد وقدرت أتعرف على العلوم من خلال تخصصي علم الاجتماع وتعرف على منهجية التفكير المنظم ومنهجية البحث العلمي، توصلت إلى أن الاختراع هذا قد تكون له أهداف أخرى، منها تحسين الأداء الاجتماعي للأفراد. وأما أن السبب الأول الذي جعلني أطور هذا الاختراع فهو معذرة ألمت بي يعني مع بعض الموصلات السلكية، بالتالي تحول هدفي من هذا الاختراع من هدف تقني بحت إلى هدف اجتماعي إنساني. طيب تكلمت الآن بشكل علمي، كيف نحد من إدماننا في الأجهزة الذكية؟ القضية كبيرة جدا، والإلمام بكل معطياتها في حلقة واحدة من الصعوبة بمكان، لكن خلينا نقول إن حنا نسعى لتحقيق الحد الأدنى من الاتزان الرقمي. طيب إجابة دبلوماسية لمخترع ذكي. عبد المعين قدامي شهادة، شهادة براءة الاختراع نظام الأمن والحماية الذكية. وصلنا إلى أنك بعد ما طلعت من السلك العسكري وقدمت الإنجاز، قدمت الاستقالة، انضميت لشركة الكهرباء 13 سنة، استقلت منهم العام الماضي. عطني ماذا فعلت في شركة الكهرباء؟ والله الحمد لله، الصراحة أنا أشكر من قناتكم الشركة السعودية للكهرباء. صراحة الشركة طورتني كثير بعد ما التحقت السلك العسكري للشركة. أخذت تقريبا خلال 13 سنة أكثر من 25 دورة تدريبية تخصصية على حساب الشركة. وطورتني الشركة الحمد لله في الأنظمة الهيدروليكية الأنظمة، فهذه فتحت مداركي في بعض الأنظمة وخلتني أكتشف الأعطال وأكتشف. وأنا الحمد لله بعد ال 13 بعد يعني خلال خدمتي وخلال أخذ الدورات التدريبية التخصصية، أنا قدمت برضو للشركة أكثر من 15 ابتكار على نظام الشركة مسجلة في نظام إبداع في الشركة، والحمد لله وفرت على الشركة الكثير. بعد كذا شفت نفسي الآن بعد ما صار في دعم للابتكارات في ظل خادم الحرمين الشريفين في ظل حكم الملك سلمان الله يطول في عمره وولي العهد محمد بن سلمان الملهم الصراحة للشباب. خلال يعني عام 2017 بديت أنا أقرأ عن التقنية إنترنت الأشياء من خلال رسالة كانت لسمو الأمير محمد على صفحة سدايا، كان يذكر فيها أنه يمكننا استخدام تقنية إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي أن تجلب لنا الكثير من العوائد وتجنبنا كثير من المضار. هذه كلمة سمو ولي العهد على موقع سدايا. على موقع سدايا كانت عام 2017. فألهمتك هالكلمة. بدأت أنا أدرس أطور نفسي في بحث في تقنية الإنترنت الأشياء تقريبا 5 سنوات، لما توصلت أني أدخل تقنية الإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في الهندسة الميكانيكية، وبحثت عن التقنيات السابقة طبعا في موقع الهيئة، ما وجدت أحد مخترع وظف تقنية الإنترنت الأشياء في المنشآت الصناعية. فكانت تواجهني مشكلة أن أبغى أضيف تقنية إنترنت الأشياء في المنشآت الصناعية، فوجدت الأمن السيبراني كان عائق كبير، قطاعات إدارة الأمن السيبراني في كل الشركات ما تعطي أحد يعني مجال أنه يعمل ابتكار أو يجيب تطوير في هذا النظام لخطورة. فأنا كان ابتكاري هو نظام تشغيلي، نظام مراقبة موازي للنظام التشغيلي، بحيث أنه لا صار في لا قدر الله أي هجمات سيبرانية على المنشأة، نظامنا هو يكون النظام الموازي اللي موجود في المنشأة ويعطي كامل العلامات الحيوية للمنشأة. جربته وطبقته؟ عملنا تجربة صغيرة أردينيو والحمد لله نجحت، لكن إن شاء الله قريب إن شاء الله شغالين على أننا نسوي النموذج الأولي وإن شاء الله بيظهر للسوق. أنت قلت لي تركبون كاميرات وسنسرات عشان كمان تكتشف اللي في المبنى، شيء العين المجردة والعقل البشري ما يكتشفه. أيوة طبعا، منتجنا عبارة عن سوفتوير وهاردوير. السوفتوير النظام الكمبيوتر، والهاردوير اللي هو نظام بورد على مثبت على المعدة المضخة أو المروحة أيا كانت، وفيه رسيفر مثبت في نفس المبنى اللي فيها المعدات، يكتشف فيها اي خلل وانت طبقته. أيوة. على الحواس انت تقول يشوف ويسمع. ايوه نعم، تطلع الاشارات من المعده
على الرسيفر اللي هو على شكل ريبوت، والريبوت هذا فيه كاميرا حرارية وكاميرا ذكية. الكاميرا الذكية تكتشف تسربات السوائل والغازات، تسربات السوائل آسف، وفي أنف يشم رائحة الغازات. أوكي. وفيه الكاميرا الثانية كاميرا حرارية تكتشف أقطاب التوصيل ومحاور الدوران إذا كانت متوهجة، ما تكتشفها العين المجردة، قد يكون فيه قطب توصيل سلك ساخن درجة حرارة توصل 100 لكن ما وصلت درجة الاحمرار. فهنا الكاميرا الحرارية يعطينا أنه فيه هنا لوز في نفس أو عدم توصيل جيد لهذا. وفي أيضا عبارة الأذن هو abnormal sound، حساس صوتي يعطينا المتغيرات الصوتية. بعد كذا تجمع الإشارات كلها، الضغط والحرارة والتصوير والتصوير الكاميرا الذكية كلها ترتفع للسحابة. بعد كذا التعامل مع السحابة في تحليل البيانات، وفي منظومة التعلم العميق تجينا بعد كذا على الجوال ممكن في المنصة أو على الويب. ممتاز ما شاء الله. أنا ودي أسأل سؤال مشترك بس بأخذ فاصل، بس سؤال مشترك حضروا لي إجابته لأنه عشان ودنا نلهم بقية الشباب. ما هي مواصفات المخترع؟ يعني هل أنتوا نزلتوا علينا من فوق، ولا هل أنتوا عايشين بيننا، ولا يعني عطوني إجابة خاصة بكل شخص منكم الأربعة مخترعين، حاصل وعبد المعين ورانيا وأحمد. ما هي مواصفات المخترع؟ بأخذ إجابة هذا السؤال بعد الفاصل. فاصل نكمل بعد ما تبقى من برنامج شارع سعودي، فابقوا معنا. اهلا بكم، اهلا بمن ينضم الينا الان. حلقه خاصه عن الاختراعات والابتكارات بايادي سعودية. عندنا خمسة مخترعين، شفنا البروفيسور في بداية الحلقة طبيب الأسنان، أيضا اللي هو فواز القحطاني، ومعي في الاستوديو ومن استوديوهاتنا وعبر سكايب المهندس عبد المعين الشيخ وهو مخترع ومبتكر من استوديوهاتنا في الرياض. أهلا وسهلا بك مهندس. مرحبا بك أبو. أيضا معنا من أبها حاصل الأسمري وهو مخترع ومبتكر. أخوي حاصل أهلا بك مجددا. أهلا. ومن استديوهاتنا في جدة رانيا جنبي، أهلا بك أختي رانيا. أهلا وسهلا. ومن استديوهاتنا في القصيم أحمد البشري. أحمد أنا ببدأ معك، وش مواصفات المخترع؟ أول شيء ممكن نقول على الشخص المخترع أنه جريء ويفكر بالأشياء بطريقة غير تقليدية، وأيضا قادر على تطبيق أفكاره، عنده الجرأة الكافية أن يطبق أفكاره على أرض الواقع. ممتاز. حاصل، أنا أشوف إنه المبتكرين يعني ترى ما في شيء خارق للعادة، يمكن يكون عندهم إحساس وشعور بالمشكلة، دقة ملاحظة للمشكلات اللي يمرون فيها، ثم يمتلكون مهارة حل المشكلات. يعني المبتكر يكون كل مشكلة تمر عليه يوميا يحاول قدر الإمكان إنه ما يترك هذه المشكلة، لقيت يعني أوجد حل أو حلين أو ثلاثة أو أكثر. رانيا، أنا أشوف إنه يعني الصفة اللي مشتركة بين كل المخترعين اللي هو الانفتاح على التجربة، يعني يحبوا يجربوا. يعني أنت مثلاً لو شفت ولدك مثلاً يحب يجرب هذا النوع، مو أكل واحد، يحب النوع كده والنوع ونوع ثاني ونوع ثالث، الانفتاح على التجربة هذا اللي بيخلي المخترع هو يعني يحاول إنه يخترع، لأنه يحاول مرة ويحاول مرة ثانية ويحاول ثالثة ورابعة وخامسة، وعنده قدرة على الاستنتاج والاستنباط والتحليل. فهذه المقدرة وعنده صبر، يعني مهما تكون يعني فشلت التجربة الأولى يتعلم منها ويعيد التجربة بس بطريقة أخرى، ومرة ومرتين وثلاثة، وما يكل أبدا علين ما يوصل لهدفه. أخوي عبد المعين. والله أنا أشوف المخترع اللي يبحث دائما على المشاكل ويجد لها حل، وما يعجب أي حال، دائما يحب التطوير، هذا المخترع الحقيقي. أنا ليش سألتكم السؤال هذا؟ لأنه نفس السؤال إحنا نطرحه على الصحفيين، على الإعلاميين. ما هي مواصفات الإعلامي؟ أنت كيف تعرف أنك أنت صحفي؟ يقول لك أنك تستطيع لو أنت جالس مع 40 شخص
وقدامك حدث معين أو قدامك أي شيء ما حد يلاحظه، أنت تستطيع تطلع خبر ترند من هذا الحدث اللي قدامك. فسبحان الله لكل مجال ميزة معينة، الانفتاح على التجربة تقول رانيا، أنت تتكلم يتكلم أحمد على الجرأة، يتكلم على صناعة الحلول. فهذا إلهام أنه لكل من يشاهدنا الآن، أعتقد وأنت توافقني عبد المعين والزملاء والزميلات، أنه أي أحد ممكن يبدأ من 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 تجربة فريدة ويكون هو يقدم اختراع ويأخذ براءة اختراع، صحيح؟ صحيح. طبعا أنا أشوف المخترعين نوعين، واحد يعني شاطر في الدراسة وكذا ويحاول أنه يشوف مشاكل يعدلها، بس يعني ما يبتكر إلا بعد ما يوصل لمراحل تعليمية عالية. لكن في مبتكرين بالفطرة قد يجيب لك ابتكار هو ما درس أي شيء. أنا كان عام متوسطة عملت نموذج مولد حق الدراجة هذا، وعملته بالمطاط وعملت على بطارية وعملت عليه وزن. فمدرس العلوم قال لي هذا أنت عارف شو اللي سويته؟ قلت له لا. قال لي هذا أنت تخزين الطاقة الميكانيكية. أوكي. وأنا ما كنت أعرف الطاقة الميكانيكية ولا كنت أعرف. أنا من المتوسطة كان عندي موهبة الابتكار، كنت أصلح يعني الأشياء في البيت وكذا من الصغر، فهذا موهوب بالفطرة. طيب ودي أسألكم الحين، أين وصلت اختراعاتكم؟ هل دخلت السوق؟ هل تحتاجون تمويل؟ هل تحتاجون شركات؟ هذه فرصة من الشارع السعودي للمخترعين والمخترعات اللي معانا عشان تخاطبون مجتمع المال والأعمال بطريقتكم. عبد المعين. والله الصراحة أنا طبعا بعد ما طلعت من الشركة وبدأنا أشتغل وعملنا أخذنا براءة الاختراع كونت فريق وأسسنا شركة اتصالات تقنية معلومات تكسو، والحمد لله عندنا اختراعات تدعم الرؤية الحمد لله، من ضمنها هذا الاختراع حماية المنشآت. عندنا اختراع اسمه كفو يربط الشركات والمؤسسات والأفراد المخترعين مع بعض. لا خلك، أنا أعرف عندك كفو وعندك أستاذي بنحكي عنها. أنا أتكلم معك يا عبد المعين براءة الاختراع اللي قدامي الحين، وأنت على فكرة معك عبير زاهر الألمعي، دكتور عبير الألمعي في براءة الاختراع. يعني من صفات دائما المبتكر أنه يقول أنا ما أستأثر بشيء لنفسي، فأنه دائما يشرك معه، فلذلك معك الدكتور عبير. أيه نعم. أنا حقيقة نظام الأمن والحماية دخل السوق ولا لسه؟ لا، نظام الأمن والحماية حصلنا على البراءة في رمضان. طيب وش تحتاج؟ نحتاج الصراحة الشركات الكبرى مثل شركة أرامكو سابك، شركة سبكيم، الشركات المحطات التحلية. أمس كنت في استضافة هيئة المياه، ينفعهم كثير طبعا. سلطان الراجحي أنا بكلمه لك بعد الحلقة. ابتكارنا يعزز الموثوقية في الانتاجية ويحافظ على المنشأة ويحافظ على الأصول في طالة عمر الأصول، ويحافظ أيضا عليه من الاختراقات السبرانية، لأنه نظام مراقب وموازي ما يتدخل في عملية التشغيل، فهذا حيكون آمن يوفر فلوس. أكيد يوفر. أنت لو جيت حسبتها، أنا عندي دراسة على محطة من محطات الشركة، تقريبا لو ركبناه على 1500 معدة، قيمة 1500 معدة هذه 1,700,000,000، فهو يحمي لك أصول بقيمة 1,700,000,000 إذا ركبت 1500 جهاز. تصور يعني ما يصير لها عطل النهائي اللي هو في الدمج، يعني تتكسر المعدة ناتج عن نقص زيت أو تسرب أو انفجار. طيب هذه أول فرصة يقدمها الشارع السعودي لكبرى الشركات اللي قالها المهندس عبد المعين، واللي تعمل على الأرض. الهيئة السعودية للمياه بدينا فيها أمس، شركة أرامكو، شركة سابك، فهي ون، يعني أنت حتخدمهم هم حيخدموك بإذن الله. طيب أنا أعطيهم دراسات على الورق إن إحنا فعلا حنوفر هذه المبالغ. ممتاز. هذه أول فرصة يعني يقدمها الشارع السعودي للشركات الوطنية من خلال المخترعين. حاصل الأسمري، وين وصل اختراعك؟ اختراعاتك بالأحرى الثلاثة. حصلت على براءة اختراع، بنينا النموذج التجاري، يعني عفوا النموذج الأولي اللي هو يعمل على أرض الواقع.
حققنا فيها نتائج كبيرة، لكن الربط مع مستثمرين، الربط مثلا مع المختصين في نفس المجال يعني لمشكلة التصنيع ومشكلة التنفيذ على أرض الواقع. يعني زي مثلا الطرقات، أنت محتاج مقاول مثلا ومقاول معتمد حتى يتم التنفيذ على الطرقات. يعني الطرقات أنت أنت قول البرنامج داخل البرنامج مشاهد يا حاصل وحينسمع صوتك أنت، يعني مثلا إيقاف الخسائر البشرية الناتجة من تحتاج؟ سم بالاسم، تحتاج مين؟ احتاج طبعا وزارة النقل، انا كرمت من وزير النقل لكن المشروع الى الان لا زال ما نفذ ولا ربط مع مستثمرين مع انه مشروع جاهز. يعني تحتاج المقاولين الكبار يعني اللي يشتغلون مع وزارة النقل صح؟ صحيح، ممكن المقاولين مرتبطين مع وزارة النقل للتنفيذ على الطرقات السريعة. طيب حرائق الغابات من تحتاج؟ حرائق الغابات ممكن يعني مراكز الأبحاث مثلا اللي موجودة عندنا في الجامعات مثلا أو في أي جهة، لكن حتى هو مشروع جاهز، شريحة تكون موجودة في 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 لحاء الشجرة ما ينتبه لها أحد، وبالذات المخربين، أي حرائق إشعال لهب ترسل رسالة مباشرة للأمن البيئي ويتم تحديد المكان ويقدروا يتحركوا، يا يسيطروا على الحريق أو يتعرفوا على طيب الشخص اللي مشروع حماية سطح الكعبة والحرمين الشريفين من فضلات الطيور، من تحتاج في مشروعك جاهز. هذا ممكن وزير الحج، ممكن الشركات، يعني أنا ممكن وزير الحج شؤون الحرمين مثلا، أيضا نفس الكلام المقاولين اللي يعني يكون لهم المناقصات مثلا في الحرم، الأبراج المحيطة بالحرم، لأنه المشروع معني بحماية أسطح الكعبة والأسطح حتى الخارجية، الأبراج حمايتها من الطيور، من فضلات الطيور، حتى من الأتربة. طيب اختراع انقاذ الضحايا أثناء سقوطهم في الأبار، احنا شفنا كثير من الحالات اللي سقطوا ويعني أنقذهم الله سبحانه وتعالى وفي ناس توفوا، هذا الاختراع يعني باختصار أنت ايش سويت؟ وش الفرق اللي قدمته؟ فيه نموذج حاليا له، طبعا هو يعمل بالذكاء الاصطناعي ويبغى يتعرف على الضحيه اللي موجوده، يقدر يشوف المؤشرات الحيويه، ثم يكون فيه انبوب مطاطي يعني بامكانه الوصول الى عبر الروبوت، طبعا بامكانه الوصول الى الضحيه، وبعدها يمنع انهيال التراب عليه، فيمكن من داخل الحفره هذه انك تقدر تسحب الضحيه اللي موجوده. من تحتاج يا حاصل؟ لكن نفس الكلام، ممكن جمعيات الإنقاذ، ممكن باختصار شديد أي تاجر ممكن يأخذ هذا المشروع ويكون منه بزنس بمبالغ أعلى. ممتاز رانيا، كلام سليم. رانيا عندك ثلاث اختراعات، وين وصلت وش تحتاجين كمواطنة مخترعة لها حق أنها تقدم مشروعها من خلال التلفزيون السعودي؟ أنا رحت هيئة الأرصاد. طبعا أنا جيت بدي أفتح شركة للاستمطار بالبواعث الأيونية، فقالوا لي لازم يجي إذن من هيئة الأرصاد أو لازم ينزلوا هيئة الأرصاد نشاط استمطار، هذا مو موجود في المركز السعودي، ولازم تأخذ التصاريح على نفس الأجهزة. فرفعت برقية للأمير محمد بن سلمان الله يحفظه، وجرد من الديوان الملكي لهيئة الأرصاد إنهم هم يشوفوا الاختراعات، والآن أوراق عندهم، يعني في هذه اليومين بإذن الله يعني يدون الرد. إن شاء الله نسمع أخبار طيبة، لأنه فعلا اختراعاتكم محل تقدير. أحمد البشري، وين وصل اختراعك وش تحتاج أحمد؟ أنا حاليا في مرحلة تسجيل البراءة في أحد مؤسسات حفظ حقوق الملكية الفكرية، وراح أتكلم عن السوق العالمي لمجال الاختراع والتقنيات المشابهة. السوق العالمي للمجال الاختراعي عالميا في عام 2021 قدر ب$4 مليار، ومتوقع أن يصل بحلول عام 2026 إلى $13 مليار. طبعا أنا صنعت النموذج الأولي ووزعت الاختراع على بعض زملائي كتجربة أولية، وبعضهم أعطاني تغذية راجعة أفادت بأن عدد ساعات استخدامه للهاتف قلت، ولكن بنسبة ليست بكبيرة، يعني من ساعة إلى ساعة ونصف باليوم. أيضا تواصلت مع بعض الشركات، وبعض الشركات تواصلوا معي وبادروا، وأتطلع للوصول إلى شركة ومستثمرين لديهم اهتمام بهذا المجال، والاختراع بإذن الله سيوضع على نموذج عمل تجاري يوضح قيمة المضافة، يوضح تكاليف تشغيله إلى آخره. ريما تقول لي، قاعدة تغششني، تقول أن هذا الاختراع مرتبط بطفولتك صحيح؟
عند كان في احتراق في الشاحن وشيء زي كذا؟ كان شيء بسيط يعني، وهو كان المعضلة الأولى اللي كلمتك عنها، فكانت التبديل في التقنية السابقة أو الإضافة عليها اللي وصلتني لهذا الاختراع إضافة تقنية بحتة يعني، ما كان فيها أي أهداف أخرى. لكن بعدين لما دخلت الجامعة ودرست علم الاجتماع خصوصا، قريت عن علاقة الإنسان بالآلة وكيف أن الآلة تؤثر على السلوك الاجتماعي وتؤثر على الحياة الاجتماعية للإنسان، فتوقعت أن هذا الاختراع، طبعا هو كان حبيس الأدراج الفترة، فقلت ممكن هذا الاختراع يكون له هدف إضافي اللي هو الحد من إدمان الأجهزة الذكية بطريقة معينة اللي هي طريقة الاستخدام. دائما علاقتنا مع الآلات تعتمد على طريقة استخدامنا لها، صحيح. فلما نعدل طريقة الاستخدام مباشرة السلوك السيء أو الجيد المرتبط فيها راح يتبدل أو يتغير. ممتاز. عبد المعين، أنت عندك اختراعين تكلمنا فيها قبل الحلقة اللي هي كفو وأستاذي. هذه منصات طبعا، هذه حب نوه هنا طبعا من الاختراعات الجماعية. لما يكون الاختراع جماعي يكون قليل التكلفة وعوائد المادية مرة عالية. المنصة هي منصة سوفتوير ما تأخذ تكاليف إلا عمليات برمجة، بعد كذا عطائها يكون مرة عالي. فهذه جاءت صراحة أنا والفريق معانا في الشركة، الدكتور أحمد المخلفي، المهندس تركي، الدكتور عبير، الدكتور تسنيم، الأستاذ شطي، الأستاذ أسماء، تقريبا 9 أشخاص إحنا، اللي ما ذكرت اسمه يسامحني. لكن عملنا منصة كفو. منصة كفو صراحة إحنا أول ما تأسست، أول ما صدر قرار بتأسيس هيئة التنمية البحث والتطوير والابتكار، اجتمعنا وقلنا نبغى نعمل منتج يخدم أهداف الهيئة. ففعلا أنا زرت الهيئة، كان هذا المنتج يلامس احتياج الهيئة. إيش فكرة كفو باختصار؟ فكرة كفو تسجل فيها الشركات والمؤسسات والأفراد وجميع المرافق، تحديات كل الهيئات، ويدخل فيه برضو يسجلون تحدياتهم، يسجلون تحدياتهم، ومقابل لهم موجود المخترعين والمبتكرين والابتكارات. مجرد أنت تسجل تحديك يطلع لك الابتكار أو الحل أو الشخص المهتم لعلاج هذا الحل، ويشترونه منكم، ممكن يشتريه أو يقدم له حل. المهم أنه إحنا نبغى يعني نوصل، نستثمر الاقتصاد المعرفي اللي طلع الآن ابتكار، صحيح. كيف يصير اقتصاد إذا ما صار منتج؟ فهنا نبغى نوصله بمنصة كفو. وأنا تواصلت مع الهيئة وزرتهم الحقيقة وما قصروا، إن شاء الله أنه بإذن الله في دعم، وطلبوا مني أستاذي، وطلبوا مني برضو أن أرفع لهم فكرة أستاذي. فكرة طيب، إيش فكرة أستاذي باختصار؟ فكرة أستاذي إحنا طبعا في حلقة مفقودة ما بين المعلم وولي الأمر والمدير، موجود عندك أنت الآن تطبيق واتساب حق المدرسة، في تبغى تعرف ولدك إيش، ما بيتواصل معك المعلم على طول. هنا أبليكيشن أستاذي، منصة فيها حساب للمعلم وحساب للطالب وحساب لولي الأمر وحساب للمدير وحساب للمشرف، كل واحد له حساب، وهذه تقوم بتطوير الجميع، تطوير للطالب، تطوير، وتربط ما بين موهبة الطالب، ترسل للمعلم تقول له الطالب اللي عندك موهوب، المعلم يقدر يطور نفسه ياخذ دورات. في طبعا المنصه مجانيه، بس في اشياء مدفوعه، مثلا زي انت ابنك تبغى تعطيه درس على الواقع الافتراضي، ياخذ الدرس مثلا بمبلغ رمزي، اوكي، وزي كذا. ممتاز. انا عندي 4 دقائق بوزعها على 4 المخترعين، احمد ورانيا وحاصل وعبد المعين. ابدا معك يا حاصل الاسمري، كيف تحب تختم؟ وش الرساله انت حاب انك توصلها انا ما قدرت اقولها في سؤال؟ تفضل. الله يعافيك، انت كفيت ووفيت. انا اقول ان الابتكار هو سلعه المستقبل، ايضا الوطن لا يليق الا ان نمثل التمثيل اللائق. دائما اقول حتى لطلابي عباره سمو ولي العهد، ان العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضه مره اخرى، وسنثبت ذلك كل يوم. انت مدرس يا حاصل؟ انا معلم وطالب دراسات عليا في جامعه. ما شاء الله ما شاء الله، الله يوفقك ونفخر فيك، وكيد يفخرون فيك الطلاب. رانيا تفضلي. الله يحفظك. يعني أنا رسالتي لكل الشباب والفتيات، تمسكوا بأحلامكم، يعني حيجي اللي يوقفكم، حيجي اللي يدعس على طرفكم عشان ما تمشوا، حيجي اللي كسر مجاديفكم. صحيح. تمسكوا بأحلامكم، ترى اللحظة اللي تعانقوا فيها أحلامكم بالفوز لحظة لا تقدر بثمن.
فيعني أنا أتمنى من جد يعني عودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا، هذه شيء إيجابي. فأتمنى أن نكون لنا بصمة في عودة الأنهار وعودة الخضار إلى المملكة العربية السعودية بل الشرق الأوسط كله. أحمد البشري، حقيقة اليوم الشباب والشابات السعوديين أمامهم أكوام متناثرة من الفرص، وأنا أدعو دائما الشباب والشابات الطموحين والحالمين إلى المبادرة وصناعة الفرصة بدلا من انتظارها. العديد من الجهات تقدم التوجيه والدعم في كل مجال أن تريد العمل فيه، لذلك بادر ولا تنتظر الفرصة أن تأتيك، وتعود على الرفض لأن الرفض قد يكون دافع للتطوير ودافع للتقدم. وأشكر الحقيقة جامعتي جامعة القصيم على ما قدمت من دعم وتسهيل لمشاركتي في دولة الاتحاد الروسي في معرض موسكو الدولي 27 للاختراعات والتقنيات. تستاهل يا أحمد. عبد المعين، والله الصراحة حاب أشكركم على دعمكم لنا وإيصال فكرتنا، وحاب أقول للمخترعين إذا طرت على بالك اختراع تبحث موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية في براءات الاختراع والتصنيفات الدولية، يجد 8 روابط يبحث فيها عن الفكرة، إذا ما لقيها موجودة يبدأ يشرع في ابتكار بدل ما يضيع وقته. وأشكر الأمير محمد بن سلمان أميرنا الملهم، إحنا أغلب ابتكاراتنا مستلهمة الصراحة الحقيقة من الأمير محمد، وعندنا منتج أخذنا عليه حماية صناعية إن شاء الله راح يكون له حلقة خاصة بإذن الله. بإذن الله بإذن الله. أبرك الساعات والله، الله إذا ما استضفناك أنت والشباب من نستضيف بإذن الله، بيكون يعني شيء مميز بإذن الله وفخر بإذن الله. بإذن الله. طيب الرسالة اللي أنا أبغى أقولها في نهاية الحلقة، إحنا زي ما شفتوا هذولي عينة بسيطة من عينة كبيرة جدا يتمتع فيها وطننا الغالي. عبد المعين عنده اختراعات، منها نظام الحماية الأمن والحماية الذكية باستخدام إنترنت الأشياء فقط من دخوله، طبعا هو مخترع بس دخل على موقع سدايا وشاف العبارة للأمير محمد بن سلمان عن إنترنت الأشياء ودخل وابتكر، وهذا منتج جاهز أعتقد أنه ممكن يكون في الاقتصاد المعرفي. حاصل الأسمري عنده 5 مشروعات وابتكارات، من الحوادث المرورية إلى الغابات إلى سطح الكعبة إلى إنقاذ الضحايا إلى العمل بالطاقة الشمسية. رانيا جنبي أيضا لها 3 اختراعات في الاستمطار والفيضانات والأنهار. وأحمد البشري عنده اختراع يعني يمس حياة كل إنسان لأنه يحد من إدمان الأجهزة الذكية، باقة متنوعة يفخر فيها الشارع السعودي أن قدمها للشارع السعودي، وبإذن الله أنها ترى النور، وبإذن الله نحتفل معكم يا حاصل ورانيا وأحمد وفواز وعبد المعين، وتبشرون أنه في شركات كبرى وطنية تبنت هذه الابتكارات وتستهلون، ومن علو إلى علو بيض الله وجهكم. شكرا لكم أحمد البشري مخترع كان معنا من استوديوهات في القصيم، شكرا رانيا جنبي مخترعة من جدة، شكرا حاصل الأسمري كان معنا من استوديوهاتنا في أبها، وشكرا مهندس عبد المعين الشيخ كان معنا من استوديوهاتنا في الرياض. لا تذهبوا بعيدا، فاصل نكمل بعد ما تبقى من برنامج الشارع السعودي، فقوا معنا بيض الله وجهكم. فقرة وش في خاطرك الآن متابع؟ خاطر أشياء كثيرة، لكن أنا يهمني السعادة للمجتمع، نجاح شبابنا بناتنا، التقدم والازدهار للوطن، لأنه أي نجاح وتقدم للمجتمع هو ينعكس علي شخصيا، على أسرتي، على كل فرد من هالمجتمع. صرت دكتور أنفع البشرية. حاليا أنا في صف أولى متوسط، أطمح أني أجيب نسبة عالية عشان أدخل تخصص طب الجراح. أنا الحين في أولى ثانوي وأبغى أخلص أختم القدرات وتحصيلي وأدخل تخصص قانون. ودي أخلص دراسة وأجيب نسبة زينة إن شاء الله وأدخل تخصص الطب. إحنا في شارع سعودي مبسوطين من خواطركم اللي أنتم تعطونا إياها في نهاية كل حلقة. إن كتبتم لنا رأيكم أو نقدكم بناخذه في الاعتبار، حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي دائما تنتظركم، منكم نستفيد ونتعلم أيضا. فريق الشارع السعودي بقيادة نورة الربدي رئيس تحرير البرنامج هنا من أجلكم. شكرا. منتج هذه الحلقة ريم السلطان ومخرجها بدر العنزي. كونوا بخير.